الخير، كيفك؟ اخبارك؟ صباح الخير. اهلا وسهلا استاذ، نورت. قبل الله. اهلا وسهلا. دائما انت، دائما انت الجمله استاذ يوسف بتقول دائما الله بالخير، وان شاء الله دائما ربنا بالخير اكيد، يعني ان شاء الله نورتنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. بعدين شوفي كيف مختلف يعني عن 2013 استاذ يوسف. نزلت الصيفي. نزلت الصيفي. لازم نحكي مع الاستاذ يوسف غيشان، خصوصا انك كتبت مقال مؤخرا عن مواقع التواصل الاجتماعي. هاي الظاهره هل تعتقد انه هي عم تخدم الكاتب الصحفي بشكل عام والكاتب الساخر؟ يعني بيقدر يحصل على اجابات وردود فعل سريعه من جمهوره والاشخاص اللي بيحبوا يقروا مقاله؟ طبعا طبعا، يعني هو من كل النواحي افادت الكاتب وكما افادت كل الناس. يعني نعم. هي اولا كسرت هذه القدسيه حول الكتابه انه فيش في كتاب محددين فقط بيكتبوا، صار اي مواطن بيقدر يكتب على موقع التواصل الاجتماعي. نعم. بعدين كسرت عن جهيه الرقباء، بديش اقول رؤساء التحرير لانه رؤساء التحرير اصلا ما بيمونوا في الجرايد. كسرت عن جهيه الرقباء وصارت انا بقدر انشر كل مقالاتي بكاملها، وفي نفس الوقت كسرت ادعاء الكاتب اللي بقول انا بكتب بس ما بنشروا لي، لانه اذا انت عندك شيء موجود هي في مواقع تواصل اجتماعي وبشكل مجاني بتقدر تكتب فيها. اضافه الى ذلك الصحف الرسميه وغير الرسميه لما ينزل ردود معظمها بقيموها، يعني تحت اسباب اجتماعيه، تحت اسباب مرات ما بكونش عندهم موظف، بجوز القرصون بيجي بضل ينزل الردود او كذا، بغلبوش حالهم يحطوا حتى موظف لوضع الردود. بينما انت في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الردود انت بشكل مباشر، اللي بسب عليك، اللي بمدحك، اللي بنصحك، اللي في كثير، يعني مش كثير، يعني بجوز اكثر من نصف مقالاتي انا فهمتها من الناس. يعني احنا بنحكي هيك بكل هبل هيك انه معطلنا مقال ما بنعرف عنه شو فيه، في مرات الناس بفهموه اكثر منا. يعني لو اعيد صياغه مقالي بعد كل مره بقرا ردود تطلع المقال أورد. احلى كثير. بس بكون سراق. واكيد له جانب. يعني واحيانا يمكن ما بعرف شو راي الاستاذ احمد بهالموضوع، احيانا كمان في جانب سلبي انه صار كل مين عنده يعني زي ما بيقولوا شبكه انترنت بيقدر يكتب مقال، ويعني يمكن خلينا نقول ما يكون عنده خلفيه صحفيه او خلفيه النقد البناء من ناحيه، يعني هو تانية. بيمارس حقه بالتعبير. هذا يعني حق مشروع لاي واحد انه يحكي رايه، سواء كانت لغته والله لغه صحفيه ولا مش لغه صحفيه، هذا شيء مختلف تماما. بس انه زي ما قال اخوي يوسف انه مواقع التواصل الاجتماعي حتى في الفتره الاخيره أشعرتنا بأنه الشعب الأردني صدقاً شعب ساخر من الدرجة الأولى. يعني ما مر موقف سياسي أو اجتماعي بالبلد إلا كان عليه عشرات التعليقات. نعم. اللي أنت ممكن يعني تموت من الضحك وأنت تقرأ فيها وأنت كاتب ساخر، يعني أنت المفروض تكون والله انتقائي ومزاجي. يعني بس لا، كانت يعني فعلاً أثبتت بأنه الشعب الأردني الآن في مرحلة تحول حتى في طريقة تعبيره. زمان كان يخشى الكتابة، يخشى حتى الضحكة، يخشى طرح النكتة لأنه بجوز يقول لك استثقلوا دمي. هلا لا، أكثر جرأة بالتويتر، يعني مصايب، يعني أنت بتفوت بتضحك، غلبناهم للمصريين، يعني ما بيطلعوش معنا براس الآن، هم 60 مليون وحتى 6 مليون. هذا شيء كويس، لولا ما شعروا في حرية تخلصوا من رقيبهم هذا اللي بيظلوا يقول له لا ممنوع ومسموح الى اخره، وبلشوا يشعروا بانه في تفاعل مع الاخر. انت بس تنزل الكومنت تبعك تلاقي مثلا عشرات اللي بيعملوا لك لايك واللي بيعمل لك شير واللي بيعمل لك كذا، انت بتشعر بانها هاي الكلمه ذات قيمه يعني صارت. نعم. قديش انا يا استاذ بدي اشكرك وانت تحكي، انا سرحت في بلدك، انت جيت من الرمثه، من الرمثه بضم الراء يا سيدي. أيوة. ومصرين انها الرمثه. الساعة 5 انت طلعت من بيتك. صح. لانك حصلتنا، ويعني سمعت منك كمان للاسف تعطلت سيارتك، بس ترى ابشر احنا جاهزين. يزيدك ما بتقصر. كل شباب رؤيا وصبايا رؤيا احنا جاهزين. الصبايا ماشي، الشباب لا يبقى بتوصلوا احنا بنروح نفطر. ايوه. وانا كمان سيارتك انا خربت والله. كان في صبايا. لا هذا جيت ماشي، اذا في عندكم سياره زياده. بتعرف استاذ احمد قبل فتره زميلتنا غاده سابه زارت الرمثه واعدت تقرير يعني اكثر من رائع، كان من التقرير المميز جدا، وهيك يعني نساء الرمثه مميزات دائما. واحنا اليوم بجولتنا الاسبوعيه على المحافظات قررنا ان ايضا مع بدايه 2012 نصير نزور القرى مش بس المحافظات، لانه تقريبا غاده زارت معظم محافظات المملكه. فاليوم وين رحنا؟ على السماتشيه. لا غاده سابه بسماتشيه. إلك قصة مع أهل بلدك في بداياتك؟ أنا هيك سمعت.
لما رحت درست ما الكراكية حبوك ودعموك وكانوا إلى جانبك، مظبوطة معلومتي؟ والله طول عمر خيرهم علي أهلي يعني هذول، بس في إشي الله يديم خيرهم إن شاء الله يا ربي وخير الله يعني. بجوز صار أشياء كثيرة بس يعني بجوز يعني في دراستك في بداية دراستك. لا شوف الناس يعني زمان المحبة طبعا الحبة موجودة هلا، ولكن مرات ظروف على البلد يعني فسخت الناس عن بعض، خاصة هذول اللي خايفين يطيروا صورهم هذول اللي نخربوا طبعا محمد الشاكر يا ابن نواب هذول يعني فسخوا وطريقة انتخاب طريقة الصوت الواحد يعني بجوز هاي كمان كانت عامل من عوامل فسختنا شوي. بذكر أنا سنة 73 سافرت على القاهرة، اجتني بعثة من وزارة التربية والتعليم أدرس الموسيقى في القاهرة. لما ودعوني الناس بتذكر كل القرية كل اجت وصار طخوا، كل واحد طلع اللي معاه مسدس اللي معاه كذا صار طخوا فوق راسي، فشعور يعني عارف اعطاني حمل، اعطاني رسالة انه انا بدي ارجع ولازم ارجع ناجح ولازم ابدع، لانه هذول مش امي ودعتني وابوي ودعتني كل القرية. فمنظر كل ما يعني بتذكره بدموع بنزله، وظليت دائما هناك حاسب هذا الحساب، والفضل الله جبت الحمد لله جبت امتياز مع مرتبة الشرف الحمد لله دائما ورفعت راسهم اكثر واكثر، ورجعت وزارة التربية والتعليم هون وعينوني في 5 مدارس يا هي نيالك هذا من حسن حظنا في الاخير اشتريت سيارة سيرفيس، ما انا 5 لفلف صرت اتخمس في الشوارع طيب